في ليلة ممطرة، ليلة صعبة، ليلة ما هي من الليالي العادية نهائيا. الساعة 10:35 يجي اتصال على مركز شرطة. شرطي اسمه ري مكاون، هو اللي مداوم وهو اللي رد على الاتصال. ولا في بنت مذعورة جدا تصرخ بشدة، الحقوني النجدة تعالوا بسرعة. ولكن في نفس الوقت هذا الشرطي مو قادر يسوي اي شيء، مو قادر ينقذها، مو قادر يساعدها. ليش؟ خلوكم معانا، خلونا نشوف هالقصة وش صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معاكم علي عاشق. في أغلب الأحيان تكون الأفلام مبنية على قصص واقعية، ولكن لأنها أفلام فلازم يزيدون شوية في موضوع دراما لجذب المشاهد ولتكوين قصة كذا ممكن تكون محاكاة أو محبوكة، حتى يكون في أكثر من جانب داخل القصة. ففي فيلم اسمه عندما يتصل الغريب، When a Stranger Calls. هذا الفيلم فيه نسختين، نسخة أولى قديمة وفي نسخة جديدة. ولمعرفة أحداث الفيلم باختصار، في بيبي ستر مربية أطفال تكون موجودة في البيت، وأثناء قيامها بعملها كل شوي يجيها اتصال من شخص غريب يردد جملة هل شيكتي على الأطفال؟ والفيلم كان عبارة عن رعب، لكن خلوني أعطيكم القصة الواقعية اللي من خلالها صوروا الفيلم. وللمعلومية هي تختلف شوي عما ذكر في الفيلم، فخلوكم معي خلونا نقولها. ولكن قبل كذا لا تنسون تعطوني لايك على الفيديو والاشتراك إذا ما اشتركتم معي في القناة للحين، وحياكم الله في السناب شات هنا تعالوا. ويلا بسم الله خلونا نبدأ في القصة. في ولاية ميزوري وبالتحديد في مدينة بومفيل، عام 1936 في 21 مارس ولدت جينيت كريسمان. جينيت كانت هي البنت الكبرى لأبوها تشارلز وأمها لينا، وكانت عندها أختين صغار. عاشت جينيت في مدينة بومفيل لفترة من الزمن مع أهلها، بعد كذا انتقلت إلى مدينة كولومبيا في ولاية ميزوري. وكانت هالعائلة لما كانت في بومفيل كانت سمعتهم مرة طيبة في مجتمعهم وجيرانهم والناس اللي حولهم. وكانت العائلة هذه تمتلك مطعم، وكانوا هم ساكنين فوق المطعم. والمطعم كان عبارة عن جزء إنه مطعم يقدم وجبات، وجزء كان كوفي من قهوة ومشروبات ساخنة وغيره. وهذه القصة حدثت لما كانت جينيت عمرها 13 سنة، وبالتحديد في الصف الثامن. وهذا هو العمر اللي يبدأ فيه الأطفال في هاك الزمن إنهم يبدون يشتغلون كمربين أطفال، فيكونون في هذه الأعمار عندهم قابلية وعندهم قدرة، والناس تستعين فيهم إنهم يصيرون بيبي ستر. وكانت البنت هذه اللي اسمها جينيت كانت بعد هي سمعتها طيبة من سمعة أهلها، وبنفس الوقت كانت شاطرة في المدرسة، وكانت حريصة إنها تحضر الكنيسة كل أحد، وكانت نشيطة في الكنيسة، كانت تحضر الأنشطة وتحاول تتعاون معاهم وتسوي تطوع من تجهيز من أمور من ترتيبات، وكانت في وقت فراغها تلعب في البيانو. فكانت جينيت مرة شغيلة، كانت تحب الشغل كثير، وكانت هي أصلا متربية على الشغل، لأن في بداية نشأتها كانوا عائلتها شوي يعانون في موضوع المادة اللي هي الفلوس. كانوا يشتغلون شغلات كثيرة وعودوها وعلموها انها تشتغل من انها صغيرة، فكانت جينيت مثابرة في اي عمل تعمله، الين ما صار شهر مارس عام 1950. ففي 18 مارس عام 1950 كان يوم سبت، في هاك اليوم كانت مدرسة جينيت عندهم شوية من حفلة رقص خفيفة، فكانت جينيت تحاول انها تروح لحفلة الرقص تشارك زميلاتها في المدرسة. ولكن بنفس اليوم جاءها عرض من أحد العوائل إنها تشتغل بيبي ستر، إنها تكون مراقبة أو مربية للطفل في تلك الليلة. فكانت هي تحب هذا العمل، إنها شوي تشتغل مع الأطفال وتلعب معاهم وتراعيهم. وكانوا أهل جينيت جدا محافظين عليها، ما يخلونها تشتغل بيبي ستر عند أي عائلة إلا عائلة موثوقة وعائلة يعرفونها. فكانت أحد العوائل الموثوقة عند عائلة جينيت اسمها الروماك، كان عندهم طفل عمره 3 سنوات. فعرضوا على جينيت انها تجلس عند الطفل بيبي ستر في تلك الليلة، وهم كانوا يبون يطلعون يتعشون في مكان ويقضون السهرة مع اصدقائهم ثم يرجعون. اسماء الاب والام للطفل هذا اللي عمره 3 سنوات هم اد وان، ومثل ما قلنا هالعيلة معروفة وموثوقة عند عائلة جينيت. فكانت جينيت تحاول انها تجمع الاموال لانها كانت تحاول تشتري لبس معين في عيد الايسترن اللي كان قريب من هاك الوقت، فما قدرت ترفض الطلب هذا جينيت انها تسوي شغل تعمل
تعمل شغل شيء تحبه وبنفس الوقت تجمع الأموال علشان موضوع العيد إنها تشارك زميلاتها في العيد في اللبس اللي هي تحبه. فلما صارت الساعة 7:30 مساء وصلت جينيت إلى بيت هذه العائلة. العائلة كانت تسكن شوي في منطقة نائية ما حولها أحد، يعني تقريبا شبه معزولة، وكان ممكن يكون شوية فيه خوف ورعب إن في شخص في هذا العمر يبقى الحالة في المنزل. فالعائلة علمت جينيت بعض الأمور، كيف إنها تقدر تحامي نفسها في داخل البيت، وعن ولدهم كيف إنه ينام وإنه يحب يستمع إلى الراديو قبل لا ينام. فالأب إد كان عنده سلاح، فدرب جينيت على سلاح وعلمها طريقته، عطاها درس خفيف فيه وحطه عند الباب من الداخل بحيث لو قدر الله صار شيء إنه يكون عندها شيء تحامي نفسها فيه. والعائلة هذه قبل لا تغادر وصوا جينيت إنها دائما تخلي الباب مغلق ولا تفتح لأي شخص، وأكدوا عليها إن أي شخص يجي عند الباب لازم تشغل اللمبة الأمامية للباب أو اللمبة الأمامية للبيت. وبعد كذا غادروا المنزل. وفي تلك الليلة كان الجو ممطر، الجو شوي مرعب، فيه مطر وفيه رعد وفيه من الأصوات هذه، فكانت شوية ليلة تخوف. ففي الساعة 10:35 في تلك الليلة جاء اتصال على مركز الشرطة، وكان في شرطي مداوم اسمه ري مكاون رد على التلفون، وكانت البنت تصرخ بشدة أنقذوني النجدة تعالوا بسرعة، لكن بنفس الوقت ما كان يقدر يساعدها وانقطع الاتصال. والسبب ان في تلك الايام او ذلك الوقت ما كانت التكنولوجيا متطورة، فما قدر يتتبع الاتصال، وبنفس الوقت ما قدر ياخذ العنوان قبل لا تسكر البنت الاتصال. فتخيل انك تكون في مكان هذا الشرطي، يتصل عليك شخص يبي النجدة يبيك تنقذه، ولكن بنفس الوقت ما عندك اي شيء تقدر تساعده فيه، منت قادر توصل له، منت قادر نهائيا توصل للعنوانه او تاخذ اي معلومة. فام الطفل هذا اللي اسمها آن وهم طالعين في السهرة راحت اتصلت على البيت عشان بس تبي تطمن ان الاوضاع على ما يرام، وشي طبيعي كون ولدها صغير والبيبي ستر بعد هذه صغيرة اللي هي جينيت. فلما اتصلت ما في احد جاوب، ما في احد رد على الاتصال، فشوية جاها قلق او ممكن شي صاير لهم، لكن بنفس الوقت حاولت تطمن نفسها وقالت لا يمكن التلفون مو موصل او انهم بعيدين عن التلفون او انهم نايمين. فراحت رجعت الى الجروب وكملت السهرة معاهم. فالجروب كامل والعائلة هذه من ضمن الجروب كملوا السهرة وتوقعوا ان كل شيء على ما يرام، وما رجعوا للبيت الا الساعة 1:35. واول ما وصلوا الى البيت لاحظوا من بعيد ان اللمبة الامامية للباب او للبيت شغالة، وهم بنفس الوقت موصين جينيت انها ما تشغلها الا اذا جاء احد عند الباب وطق الباب. فانشغل بالهم شوي وتقدموا بسرعة الى الباب، وبنفس الوقت لاحظوا ان كل الستائر اللي على الشبابيك الامامية كانت مفتوحة ومرفوعة، فهذا زاد القلق عندهم إلين ما وصلوا إلى الباب وبدوا بسرعة يحاولون يطلعون المفاتيح من جيوبهم. وبنفس الوقت لاحظوا أن الباب مو مقفل والباب مفتوح، فدخلوا إلى البيت. فلما دخلوا شافوا هذا المنظر المرعب، المنظر الفاجع، البنت اللي اسمها جينيت البيبي ستر ملقاة على ظهرها وحولها مسبح من الدماء ومضروبة من كل مكان، وكان منتفخ وجهها ومنتفخ راسها، وكانت مضروبة في شيء اسمه ميكانيكال بنسل، وبنفس الوقت كان الواير او السلك ملفوف حول رقبتها، فاكيد هي كانت مخنوقة ومضروبة ضرب مبرح ومتعرضة للعنف الجسدي، فكان واضح جدا ان الفتاة ميتة. وبنفس الوقت شافوا ان التلفون ما هو موجود في مكانه، فهذا يؤكد انها حاولت الاتصال تدور احد ينجدها في ذلك الوقت. فجاهم شعور قلق وخوف على ولدهم، فطلعوا يركضون الى ولدهم اللي عمره 3 سنوات، فلقوه نايم ما عليه اي شيء وما عنده اي مشكلة في اموره. ففي نفس اللحظة اتصلوا على الشرطة، وكانت القصة هذه مرة غريبة في ذلك الوقت ومرة محيرة. فلما جو المفتشين الى البيت لاحظوا ان في دم في عدة اماكن وان موجود بصمات اصابع على الجدران وغيره، فلقوا في الباب الخلفي في مكان لاثر رجلين، فتتبعوا الاثار الى حوالي مايل بعدين انقطعت ما عاد في اثار ضيعوه. فلما رجعوا للبيت وبدوا يفتشون في كل مكان شافوا ان الشباك الخلفي مكسور وفيه اثار اقدام هناك، ولكن لقوا اللي يسمونه الجاردن هو اللي هو زي الكريك او الحراثة حقة الارض، هي اللي مكسور فيها القزاز وموجودة برا البيت، وبالعادة يخليها الاب
داخل البيت، فهذا يعطي دليل ان الشخص كسرها من الداخل وطلع، او انه ممكن يحاول يشتت الانظار انه ممكن كسر ودخل مع الشباك. والشيء اللي يخلي القضية محيرة والسالفة شوية متلخبطة ان البيت كان يقع بين مركزين للشرطة، فجو المركزين وبدوا يسوون تفتيشهم وابحاثهم. احد مراكز الشرطة قال ان الشخص هذا جاء من الباب الامامي للمنزل ودخل داخل المنزل ثم بعدين هاجم الفتاة. والاشياء اللي استدلوا فيها قالوا ان اهل البيت وصوا جنت انها ما تشغل اللمبة الامامية الا اذا جاء احد عن طريق الباب، وهذا شيء يأكد انه دخل عن طريق الباب الامامي. وبنفس الوقت قالوا ان الشخص اللي هاجمها اكيد شخص تعرفه، والدليل ان الشخص كان داخل البيت وهاجمها وهي بنفس الوقت السلاح اللي دربوها عليه ما حد حاشة ولا حد حركه. فلو كانت البنت حاسة بالخطر وان في شخص ما تعرفه جاء عن طريق الباب، فاكيد انها راح تسحب سلاح وتحاول تدافع عن نفسها وتهاجمه. وايضا الواير اللي هي كانت مربوط فيها رقبتها كان موجود في غرفة خاصة داخل المنزل، فقالوا اكيد ان الشخص يفهم ويعرف المنزل غرفة غرفة ويكون دائما رايح وجاي على البيت هذا. فامكانية انه ممكن دخل عن طريق الشباك او عن طريق الباب الخلفي مستبعدة. وفي نفس الوقت الجزء الاخر او المركز الثاني الاخر هذا للشرطة قال انه لا، ممكن يكون دخل عن طريق الشباك، والدليل ان الحراثة او هذا الكريك انه موجود ومكسور فيها الشباك ونازل. والشيء اللي خلاهم ممكن يستبعدون فكرة الشباك ان كان في بيانو تحت الشباك على طول من داخل المنزل، فالبيانو كانت ما حد لمسها نهائيا، ما هي حتى متحركة من مكانها. فلو كان في شخص بيجي عن طريق الشباك او يطمر لازم يضرب البيانو او يحركها او يكون فيها شوية متكركب البيانو ما هي مرتبة. ولكن كانت البيانو نهائيا ما حد لمسها وموجودة في مكانها اللي تركوها اهل المنزل عليه. ولان مركزين الشرطة ما تفقوا على شيء معين على شيء محدد، كل مركز له راية في القضية، هذا الشيء عقد القضية شوي. فبدأوا الشرطة يشتغلون على مدى 24 ساعة يحاولون بس يمسكون خيط يوصلهم الى القضية او الى الفاعل. فطلعوا وقابلوا الناس اللي حولهم وقابلوا اللوكل جيرانهم والحارة كاملة اللي حولهم، وطلبوا منهم اي معلومات او اي شيء ممكن يعرفونه، هل في شخص شافوه كان يتردد على البيت او شيء من هذا القبيل. حتى انهم راحوا وحققوا او انهم قابلوا اخويا واصحاب جنت يحاولون بس يوصلون لاي شيء يوصلهم للقضية او للفاعل. فالقضية كانت قضية جدلية كبيرة وقضية مجتمعية، فاثارت جدل كبير في المجتمع وخوف ورعب. كيف فتاة عمرها 13 سنة توها في الصف الثامن ويهجم عليها شخص ويقتلها؟ هذا شيء جدا جدا ما هو طبيعي. فبدت الناس تخاف وتخاف على عيالهم وعلى ابنائهم، ممكن يكون في شخص في هالمجتمع يحاول يستقصدهم او يحاول يترصد لهم. فبدأوا الشرطة والمفتشين يجمعون الاشخاص المشتبه فيهم، فكانوا يجمعون اكبر عدد ممكن بحيث ممكن لو واحد من الاشخاص هذا يعطيهم اي معلومة ممكن توصلهم لطرف خيط للقضية. فكانوا تقريبا اللي جمعوهم اكثرهم من البشر السمراء شوي، ولكن هذا الشيء ما جاب اي نتيجة. فالمجتمع اللي حولهم كان جدا مذعور من هذه الحادثة وهذه القضية اللي صارت. وما صار شيء في المجتمع هذا الا قبل حوالي 4 سنوات صارت قضية مشابهة في بنت اسمها ماري لو. كانت لحالها موجودة في منزلها، فلما جو لقوها متوفية ميتة في نفس الطريقة اللي توفت فيها جنت. ولكن ماري لو قاموا اتهموا احد الاشخاص، فصارت شوية ربكة في القضية، ولكن توقعوا ان نفس الشخص اللي سوى او اللي قتل ماري جو هو اللي قتل جنت في هذه القضية. فبعد كذا بعد ما كانوا يسلفون مع اهلها ويسلفون مع الجيران ومع اصدقاء جنت، كان في اسم دائما يتردد عند كل شخص قابلوه، الا وهو اسم روبرت مولر. روبرت هذا كان عمره 27 سنة وكان هو صديق للعائلة اللي عندهم الطفل اللي هي العائلة الروماك. فالناس كانت تقول ان هو اشتغل فترة برا وبعدين رجع الى مدينة كولومبيا وبدأ يشتغل في المطعم اللي يملكه والده. فوصفوه قالوا ان هو شخص غريب الاطوار، وفي نفس الوقت كانوا هم يقولون ان هو الشخص الوحيد اللي عنده ميكانيكال بنسل. فهو كان يتردد الى عائلة الروماك اللي عندهم الطفل لان عائلته صديقة مع العائلة هذه، فهو شخص جدا جدا فاميليار، يعني يعرف البيت مداخله ومخارجه. وإد الأب في العائلة قال ان هذا روبرت يعرف جنت من زمان وان مرة علق عليها وعلى جسدها ومن هذه الامور. وفي نفس الوقت كان هذا روبرت هو بارت تايم اللي هو كانت عنده وظيفة جانبية كخياط. وقالت الام ان روبرت جاء في الليلة اللي تسبق الليلة اللي حدثت فيها القضية الى بيت جانت، وراح ساعدها في انها تخيط فستان وتلبسه لانها كانت ناوية تلبسه في احد الحفلات.
الحفلات المستقبلية. وغير كذا روبرت اتصل على جينيت في نفس اليوم اللي حصلت فيها الحادثة الصباح، وقال لها إن يبيها تصير بيبي ستر وتراعي أطفاله في تلك الليلة. فهي اعتذرت وقالت إن جاها عرض عند عائلة الروماك، فهو درى إن راح تكون في بيت الروماك في تلك الليلة. ولكن المشكلة إن روبرت هذا هو كان صديق للعائلة، فاليوم اللي سهروا فيه أو الليلة اللي طلعوا فيه سهرة هو كان موجود في السهرة معاهم، فاستبعدوا يعني كيف إنه موجود في السهرة وهو يكون متهم أو مشتبه به. ولكن مع الحديث ومع الكلام تذكروا إن روبرت استأذن ساعتين في وسط السهرة وقال إن رايح يشوف حد الدكاترة يتفق معاه في بيته عشان إنه بكرة يبي يودي له طفله. فراحوا المفتشين والشرطة وسألوا الدكتور اللي قال روبرت إنه شافه، فقال الدكتور أنا ما شفت روبرت ولا جاني. واللي يزيد الموضوع اشتباه فيه إن في ثاني يوم من الحادث الصباح اتصل روبرت على أبو العائلة إد وعرض عليه إنه يجي ينظف البيت معاه ويرتبه بعد هالحادثة الشنيعة اللي صايرة. ولكن في نفس الوقت ما في أحد نهائيا يدري، أصلا العائلة ما أعلنوا والشرطة ما أعلنوا لا للجيران ولا في أحد حولهم من الناس يدري في القضية غير العائلة والشرطة فقط، فهذا شوي يثير الاهتمام. فقام الأب إد يزيد معاه في الكلام وياخذ رايه، فقال روبرت أنا أتصور إنه مستحيل أحد كسر الشباك من ورا، أكيد إن الشخص دخل داخل البيت وجاء عن طريق البوابة ودق الباب وقال أنا جاي من طرف الأب إد، فيا جنت افتح الباب أباخذ شغلة وامشي. فبكذا زادت شوي القضية يعني تعقيدا، ولكن اتضح عندهم شخص مشتبه فيه اللي هو روبرت. ففي شهر مايو عام 1950 جمعوا كل الأدلة اللي ضده وراحوا له للبيت واخذوه واحتجزوه تحت ذمة التحقيق. فعشان يحققون معه أخذوه إلى مكان أو إلى كوخ بعيد عن المدينة، فأخذوا وعطوا معاه في الكلام ولكن ما طلعوا بأي نتيجة. فعرضوا عليه أنهم يحطونه على البوليغراف تيست اللي هو جهاز كاشف الكذب، فهو وافق. فلما أخذوه وعطوه بوليغراف تيست جهاز كشف الكذب، هو عد الاختبار، ما رسب في اختبار كشف الكذب. فنفسهم الشرطة والمفتشين متأكدين أن الجهاز ما عطى قراءة صحيحة، ولكن روبرت عد الاختبار أو عد يعني التست اللي صار له في هذا الجهاز البوليغراف تيست. ولأنه عد اختبار الكذب وما قدروا يثبتون عليه أي شيء، البوليس أو الشرطة أطلقوا سراحة وراحوا أخذوا كل الأدلة والمعلومات وعرضوها على القاضي. فقام القاضي ورتب لجان عشان تنظر في القضية وتسوي البحث والتحري. فراحت اللجان وانقسمت إلى النظريات الاثنين، نفس النظريات اللي انقسم فيها أقسام الشرطة. نظرية تقول إنه دخل عن طريق الباب وشخص يعرف البيت، ونظرية تقول إنه دخل عن طريق الشباك والأدلة موجودة إنه كان الكريك برا وكسر الشباك ودخل. فما قدروا يثبتون عليه أي شيء ولا قدروا يحكمون عليه نهائيا. فراح روبرت هذا وراح رفع قضية ضد الشرطة إنهم ليش يسحبونه ويحطونه تحت الحجز الإجباري للتحقيق وهو ما سوى شيء. بعد كذا انتقل روبرت واستقر في ولاية أريزونا وتوفي عام 2006 وكان عمره 83 سنة. أما الأم آن، أم الطفل الصغير اللي من العائلة هذه، توفيت في الثمانينات الميلادية. فالأب إد راح وتزوج مرة ثانية فتوفي عام 2016. والابن اللي بقى على قيد الحياة، ابنهم اللي عمره 3 سنوات في ذلك الوقت لما حدثت القضية، أصبح رجل ناجح في حياته فانتقل واستقر في الأسكا. وظلت هذه القضية لغز محير، ما أحد يدري إيش صار في تلك الليلة، إيش صار بالضبط، هل دخل عن طريق الشباك، هل دخل عن طريق الباب، هل هو شخص يعرف البيت، هل هو شخص مقرب من جنت لحالها، هل هو شخص مقرب من العائلة، هل الانتقام كان لعائلة جنت أم لجنت لوحدها. هذا الشيء أو هذه القضية لا زالت محيرة ولا زالت لغز. والسؤال اللي لا زال يتردد، هل يا ترى لو اتفقوا أقسام الشرطة أو اللجان اللي وكلها القاضي للتحقيق في القضية على نظرية واحدة اللي هو دخل من الشباك أو دخل من الباب، كان حلت القضية وانتهى اللغز؟ أنتوا إيش رأيكم في الموضوع وإيش نظرياتكم وتحرياتكم لهذه القضية ولهذا اللغز؟ وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى نهاية هذه القصة المشوقة، إن شاء الله تكون أعجبتكم. لا تنسون تذكرون لي تحت نظرياتكم في القصة وفي القضية وفي هذا اللغز، ولا تنسون الله يعطيكم العافية اللايك والشير والسبسكرايب عندي في القناة، وحياكم الله في السناب شات هنا، ونشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم. لا تنسون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.